السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في قناة باك بليز. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتناول تصحيح رائد رقم واحد في مادة الرياضيات للتحضير الجيد لولوج ثانوية التميز ببنغرير. إذا كما تعلمون تقريبا كيكون الامتحانات فيهم حوالي 20 دقيقة لكل مادة الرياضيات الفيزياء إلى آخره، وبالتالي كتكون 20 دقيقة راه ماشي كيعطيكم التمارين تخرجوهم، كيكونوا أسئلة على شكل كيسئين، يعني كيعطيكم سؤال وكيعطيكم مجموعة من الاختيارات، نتوما تختاروا الجواب المناسب، تقريبا كيكونوا 10 أسئلة تقريبا هكذا. إذا فوالا أون فا كومونسي باغ لا بخوميييغ كيسيون، وغاردي بيان سيل فو بلي. بخوميييغ كيسيون، ليكواسيون إكس أو كاغي إيكالا 32 أدمي. بخوميييغ شوا، أن سول سوليسيون اللي هو إكس إيكالا غاسين 32. دوزيام شوا اللي هما قالك دو سوليسيون إكس إيكالا 16 أو بيان موان 16. لا تخوازيام شوا دو سوليسيون x égale à 4 racine 2 ou bien moins 4 racine 2. La quatrième choix, aucune solution. Yani, il y a une solution A, la B, la C. On va dire donc, tu peux me dire que vous avez une solution. Vous avez une solution. Vous avez l'équation sur la forme x au carré égale à A. C'est rapide. X au carré égale à A. Donc, vous avez 3 cas. يعني سواء الله تحتو في هذه او لا حاله اخرى. هنا الله يرضى عليكم اذا كان عندكم هاد ا نيجاتيف، هاد ا نيجاتيف يعني اصغر من صفر، هنا كتكون ليكواسيون نا با دو سوليسيون، ليكواسيون نادمي با دي سوليسيون، ليكواسيون نادمي با دي سوليسيون. مثلا اكزومبل اللي عطيتكم اكس او كاري ايكالا موان 4، x او كاري بوزيتيف و موان 4 نيجاتيف، واش نقدروا نلقاو شي حاجه بوزيتيف كتساوي نيجاتيف؟ لا. دونك لهذا ليكواسيون نادمي با دي سوليسيون. اوكي مثلا هنا دوزيام كا، الا كان عندكم ا ايكالا زيرو، الا كان هاد ا ايكالا زيرو شنو غتولي عندي ليكواسيون؟ ليكواسيون غتولي عندي x او كاري ايكالا زيرو. سي فوزافي x او كاري ايكالا زيرو، الوغ x ايكال 0، دونك سوكا x ايكالا 0، سيتادير ليكواسيون ادمي اون سول سوليسيون اللي هو 0. من لا دوزيام لا تخوازيام كا هو سي فوزافي ا بوزيتيف، هي هاد الحالة اللي عندي هاي، هاي x او كاري ايكالا ا، ا شنو عندنا؟ 32، دونك 32 بوزيتيف، هي هاد الحالة هادي اللي رد عليكم، كتكون ليكواسيون ادمي دو سوليسيون اللي هما x اما ايكالا غاسين ا، اي x ايكالا موا غاسين ا، دونك يكونوا دو سوليسيون غاسين ا اي موا غاسين ا. Donc voilà, il y a le type de donc vous avez x au carré. Donc vous avez x au carré égale à 32. Alors, x au carré égale à 32, c'est-à-dire x égale à racine 32 ou bien x égale à moins racine 32. Car on a 32, c'est un nombre positif. Donc, x égale racine 32, non, il y a racine 16 fois 2. Égale racine 16 fois racine 2. On applique la propriété racine a fois b, c'est racine a fois racine b. Car a et b sont un nombre positif. Racine 16, c'est 4 fois racine 2, c'est racine 2. Donc, x égale à 4 racine 2, ou bien x égale à moins 4 racine 2. لأن غاسين 32 هي هادي هاي لا ميم نفس الطريقة. ألوغ الله يرضى عليكم كنمشي دابا هنايا كنشوف بخوميييغ شوا أن سول سوليسيون غاسين 32 مكاينش، دو سوليسيون 16 إي موان 16 نو، دو سوليسيون إكس إيكالا 4 غاسين 2 ها هو إي موان 4 غاسين 2 هو هاد، دونك غيكون لو شوا اللي عندنا غيكون هو سي، هذا هو لو شوا اللي غيكون لا بون شو لا بون ريبونس هو سي. تخي بيان. Donc voilà, on passe la deuxième question. غير واحد ملاحظة الله يرضي عليكم، راه عندكم ليكواسيون x او كاري ايكالا 32، اللي بغى يرجع هذا الطرف الاخر تولي عنده x او كاري موان 32 ايكالا 0. هذه غيحاول هذه غيحاول يكتبها سو لا فورم ايدونتيتي روماركابل، هذه هي x او كاري موان هنا غاسين 32، ممكن يدير لها غاسين 32 او كاري ايكالا 0، تولي عنده هي x موان غاسين 32. Facteur x plus racine 32 égale à 0. Si vous avez le produit égal à 0, c'est-à-dire quelqu'un égal à 0. Il m'a dit égal à x moins racine 32 égale à 0. Ou bien x plus racine 32 égale à 0.
يعني x moins racine 32 égale à 0, c'est-à-dire x égale à racine 32, ou bien x égale à moins racine 32. C'est-à-dire il y a 4 racine 2, c'est-à-dire moins 4 racine 2. هذا البرهان هذا في حالة ما الا كنتو كتعطيو الورقه فيها لا ريداكسيون اما نتوما تختاروا غير لا بون ريبونس يعني سي با لا بين باش ديروا هاد المراحل كامله داكشي فاش اختصرت لكم مباشره ديروا اكس اما غاسين ا او بيان اكس ايغال ا غاسين ا هادشي اللي قلت لكم يعني اختصار لانه الوقت كيكون تابعكم كتكونوا ملزمين بالوقت دونك فوالا بور لا دوزيام كيسيون لونسومبل دي سوليسيون دو لين ايكواسيون ناقص 5x زائد 2 أصغر قطعة من 3x زائد 18 إن ريبريزونتين بار كيل زون أشير دونك نعطيكم فوزافي 3K إي كاتخيام شوا أوكاين ريبونس دونك لارضا لكم شنو ندير دابا هنا بحال اللي قال لكم غيزودغ لينيكواسيون إي أبخي شنو كيقول لكم ريبريزونتي لي سوليسيون دو سات إنيكواسيون سو لا فورم أو بيان سير إن دغوات نيميريك أو بيان سير إن أكس غرادي يعني بحال كيقول لكم مثل الحلول المتراجحة على مستقيم مدرج دابا نتوما منين غديروا الحل ديال هاد المتراجحة هادي هاهي وعاد تمثلوا الحلول ديالها على واحد المستقيم مدرج عاد تشوفوا واش غيجيكم هذا أو هذا أو هذا أو لا مكاين حتى واحد من هادو هاو Yalla, tu peux m'aider. Donc, première étape, on va résoudre l'inéquation. On a l'inéquation sous la forme moins 5x plus 2 inférieur à strictum 3x plus 18. يعني هنا راه داك بحال اللي كنحل لينيكواسيون سو لا فورم ايكواسيون عادي ولكن كنرد البال واحد المرحله انا ننبهكم ليها دونك 3 اكس غنحولها للطرف الاخر غتولي عندي موان 5 اكس موان 3 اكس ان في ستريكتو هاد دو نحولها للطرف الاخر اي اون فا شونجي لو سين غتولي عندي 18 موان 2 موان 5 اكس موان 3 اكس هي موان 8 اكس 18 موان 2 سي 16 حنا لا كنبحثوا على اكس الارض عليكم شوفوا معايا مزيان كنبحثوا على اكس دونك ناقص 8 اكس وهنا نخلي 16 العدد اللي مضروب في اكس العدد اللي مضروب في اكس هو ناقص 8 دونك اون فا ديفيزي بار موان 8 اي سي لا ميم شوز هنا الا قسمت على ناقص 100 انا غادي نقسم على ناقص 8 ولكن في اتونسيون لو نومبر اللي قسمت عليه العدد اللي قسمت عليه نيجاتيف دونك ملي كنقسم على عدد نيجاتيف اون فا شونجي لوردر يعني الا كانت هنا اصغر غتولي اكبر قطعا دونك سي اون ديفيز بار ان نومبر نيجاتيف اون فا شونجي لوردر دو لينيكواسيون في اتونسيون يلا هنا اون فا سامبليفي ناقص 8 مع ناقص 8 غتبقى اكس اكبر هنا 16 ديفيزي بار موان 8 هي موان 2 16 مقسوم على 8 هي 2 هنا ناقص هي ناقص 2 دونك اكس سي بيريو ستريكتو مو ا موان 2 شنو كنقول هنايا دون سو كام اون فا دير لونسومبل دي سوليسي دو سات انيكواسيون تو لي نومبر سي بيريو ستريكتو مو ا موان 2 روغاردي مي سي فوك هات انا نكتبها لكم هنا دابا عقلوا على هاد الكونديسيون اكس سي بيريو ستريكتو مو ا موان 2 إذا الأرض عليكم هنا قلت لكم إذا كانت عندكم إكس أكبر قطعا من ناقص 2 كنقول مجموعة حلول المتراجعة هي جميع الأعداد التي أكبر قطعا من ناقص 2 يعني سيتادير أون فرونسي لونسومبل دي سوليسيو دو سات إنيكواسيون سون تو لي نومبر يعني جميع الأعداد سيبيريور أكبر ملي كنقول ستريكتوم قطعا أموان دو دونك هذيك كيفاش غنمثلها في المستقيم عندي واحد المستقيم ها هو ها هو واحد المستقيم هنا vous avez moins 2 moins 1 0 1 etc يلا شوف دابا غير نترجموا هذه الجمله هذه sont tous les nombres supérieurs strictement à moins 2 دونك ندمل moins 2 ملي كنقول supérieur strictement واش ا دو ا دووا او بيان ا غوش يعني على اليمين ولا على اليسار على اليمين ها هو دونك هادو هما لي سوليسيون ولكن ردوا البال هاد strictement يعني كنقول واحد المجال هذا سابي لانتيرفال يعني لانتيرفال بحال هكا ولكن واش فحال هكا دابا السؤال لا كيسيو كي بوزي واش غيكون لانتيرفال فحال هكا هاد الرؤوس غيكونوا فحال هكا او لا يكونوا فحال هكا ملي كتكون الارض عليكم سيبريو ستريكتومون كيكون هاد الرؤوس هادو كيكونوا عاطين الاتجاه ديالهم بالعكس ما كيكونوش غاديين في اتجاه لي سوليسيون لا كيكونوا عاطين بالعكس ومن كتكون سيبيريور او ايغال من كتكون سيبيريور ايغال كيكونوا هاد الرؤوس هادو عاطين الاتجاه ديالهم عند لي سوليسيون اذا ردوا البال الارض عليه يعني هنا سي تادير سابي لانتيرفال اوفير وهنا كيكون لانتيرفال فيرمي اوكي تخيل دونك هنا شنو غيكون كنمشي نشوف هنا
هاد لو شوا هذا اللي توصلت به فين هو؟ اذا هنا الارض عليكم. علاش هاد الرؤوس درتهم العكس؟ يعني ما عطاوش الاتجاه ديالهم عند الحلول هادو هما، لانه عند الرمز هنا اكبر قطعا. لو كان اكبر او تساوي هاد الرؤوس غنقلبهم غيكونوا كفحال هكا. طيب يلا دابا نمشي نشوف فين عندي هاد لو شوا. هاد لو شوا عندي هو سي. طيب دونك لا بون ريبونس عندي هو سي. طيب ردوا البال بي تقريبا بي راه كيشبه السي، غير هنا هاد المعقوف هاد الرؤوس عاطين الاتجاه ديالهم عند الحلول، وهاد الرؤوس هنا عاطين العكس. امتى هاد الرؤوس كيكونوا عاطين الاتجاه ديالهم عند الحلول؟ لا كانت تساوي هنا. اذا الله يرضى عليكم انا كنحاول نوضح لكم السؤال اكثر. طيب دونك اون باس لا ترويزيام كيسيون. دونك فوالا لا ترويزيام كيسيون، شنو عطاكم الله يرضى عليكم؟ 2x بلس 3 فاكتور 3x بلس 1 موان 3x بلس 1 تو او كاري ايكال اي ايكال اكوا. يعني هاد التعبير هذا تحاولوا تبسطوه ديروا تساوي، اما تلقاوه ا يعني سو لا فورم 3x بلس 1 فاكتور 5x بلس 4، او بيان تلقاوه سو لا فورم 3x بلس 1 فاكتور دو موان اكس، او بيان سو لا فورم 3x بلس 1 فاكتور موان اكس بلس 4، او بيان اوكين ريبونس. يعني ما كاين لا هذه لا هذه لا هذه حتى وحده فيهم، هي هذه ستادير اوكين ريبونس. دونك تبوا الارض عليكم هنا دابا شنو غادي نجي؟ غنطلق من هاي 2x بلس 3 فاكتور 3x بلس 1 موان 3x بلس 1 تو او كار. هنا غندير ايكال، ولكن ما بقاش ليا ليسباس فين نكتب ايكال، نحاول ندير ايكال هنا، ندير ايكال هنا، ندير ايكال هنا، ندير ايكال هنا. هنا شوفوا الارض عليكم هاد لي 3، هاد لي 3 بروبوزيسيون كيم داير الشكل ديالهم عندكم؟ سو لا فورم فاكتوريزاسيون، يعني سو لا فورم برودوي. يعني غنحاول انا بعدا نكتب هذا سو لا فورم برودوي. هيا هنا الفكره كيفاش عتجيني، يعني هاد الشيء كاين فيكم اللي غادي يجي يدير هنا النشر ديفلوبمون، ولكن انا ما عنديش هنا النشر، عندي هنا سو لا فورم يعني لا فاكتوريزاسيون، عندي سو لا فورم برودوي. دونك ملي غندير التعميل الا لقيت وحده من هادو دونك غيكون عندي لا بون ريبونس، الجواب ديالي صحيح. ما لقيت حتى وحده من هادو غيكون عندي الجواب ديالي ما كاين حتى شي وحده، ندير اوكين ريبونس. يعني هذه غنحاول نكتبها سو لا فورم برودوي، يعني اون فا فاكتوريزي سات اكسبرسيون. بور فاكتوريزي ليكسبرسيون اليا 3 ميثود، سوا اون فاكتوريز بار لو فاكتور كومان، او بيان اون فاكتوريز بار ليدونتيتي رومار كابل، او بيان اون بو فاكتوريزي بار فاكتور كومان، او بيان ليكسبرسيون كومان. تبعوا الارض عليكم هنايا، دابا هنا عندكم 2x بلس 3 هاي فاكتور 3x بلس 1. هنا شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ واحد الفاكتور اللي هو كومان، ان فاكتور كومان اونتخ سا اي سا، اللي هو 3x بلس 1. ولكن هنا راه عندي اون 3x بلس 1 تو او كاري، يعني اون فا سيكخي سو لا فورم 3x بلس 1 فاكتور 3x بلس 1، يعني غنكتبها على شكل جوده هاي. باش تبان لكم 3x بلس 1. دابا الله يرضى عليكم شنو هو لو فاكتور كومان اللي كيبان لكم؟ لو فاكتور كومان هو هذا 3x بلس 1 هاي، هذا هو هذا. يعني نعمل به، نعمل ب 3x بلس 1. هنا كنوضع لي زوطخ اكسبرسيون اللي بقاو ليا، يعني نعمل ب 3x بلس 1 شنو غتبقى لينا؟ غتبقى لي 2x بلس 3 هاي. نعمل ب 3x بلس 1 شنو غتبقى؟ موان اونتر بارونتيز. الله يرضى عليكم راه لا مشيت وما درتوش اونتر بارونتيز راه ما غتلقاوش، غتخطئوا في الجواب. دونك غندير اونتر بارونتيز 3x بلس 1، وهنا عاد لي زونتر بارونتيز قبل منهم ناقص. دونك هنا غتبقى 3x بلس 1 فاكتور 2x بلس 3. الله يرضى عليكم ملي كيكون عندكم شي قوس قبل منه ناقص اون فا شونجي لي سين اللي عندي داخل الاقواس. يعني ملي غنحيد الاقواس هنا غتولي موان 3x، وموان افيك بلس غتولي موان ز. يلا ونجي من بعد ها يلا نعطيكم دابا بسيط العمل 3x بلس 1 يا شوف غوكادي بيان سيلفوبي 2x موان 3x 2x موان 3x سي موان اكس اوكي، و 3 موان ز 3 موان ز سي 2 اوكي، 2x موان 3x سي موان اكس، و 3 موان ز سي 2. وهادين دابا هنا كنمشي نشوف فين عندي هنا 3x بلس 1، اللي لاحظتو عندكم هنا وهنا وهنا، ولكن موان اكس بلس 2، موان اكس بلس 2 فين عندي موان اكس بلس 2؟ راه هي 2 موان اكس، 2 موان اكس، يعني بلا موان اكس بلس 2 راه هي 2 موان اكس، سيتادير لا صوم اي كوميتاتيف. هنا ممكن نديروها انتوما، يعني عوض من 2x موان 3x عندنا 3،
3 - 1 هي 2 وهنا 2x - 3x هي -1x دونك 3x بلس 1 فاكتور دو -1x هي هذه هو ب دونك لا بون ريبونس اللي عندي هو ب اما الارض عليكم في حاله ما قدرتوا النشر راه تلقاو واحد مشكل كبير دونك ديما ديروا واحد النظره فين باغيين توصلوا دونك فوالا اون باس لا 4ييم كيسيون دونك فوالا بور لا 3 لا 4ييم كيسيون قالوا لكم كيل سون لي سوليسيون دو ليكواسيون سويفون vous avez l'équation sous la forme x plus 3 facteur 2x moins 5 sur 4 égale à 0 donc les choix les عطاوكم moins 3 et 5 sur 8 ou bien moins 3 et 5 sur 4 ou bien moins 3 et 10 sur 8 ou bien aucune réponse donc là عليكم انا ما عندي ما كاين حتى شي مشكل غنمشي نحل هذه ليكواسيون هذه هاي ليكواسيون x plus 3 facteur 2x moins 5 sur 4 égale à 0 دونك هنا شنو عندكم هاد ليكواسيون سيكري سو لا فورم برودوي ملي كيكون عندكم لو برودوي الله يرضي عليكم ا فوا بي ايكال 0 هنا ماشي نمشي ندير النشر غتلقاو مشكل ملي كيكون عندكم لو برودوي ا فوا بي ايكال 0 سي تادير ا ايكال 0 او بيان بي ايكال 0 هادي الطريقه الله يرضي عليكم دونك هادي شنو غتكون عندي سي تادير الوغ اكس بلس 3 ايكال 0 او بيان 2 اكس moins 5 sur 4 égale à 0. X plus 3 égale à 0, c'est-à-dire x égale à moins 3. Donc, c'est la première solution. Et là, là, tu as un moins 3, moins 3, moins 3. Il y a les quatre carrefours de l'état. Donc, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire. Ou bien, c'est 2x moins 5 sur 4 sur la forme équation des premiers degrés. Donc, 2x, on dit là, on connaît, c'est moins 5 sur 4, on va changer l'autre taraf et on va changer leur signe. Il y a 5 sur 4. دونك اكس يتبقى ايغال موان 3 او بيان 12 اكس شوف مزيان الله يرضيك 12 اكس ايغال 5 سير 4 حنا لما كنقلبوا حنا كنبحثوا على اكس لو نومبر كي ملتيبلي بار اكس هو 2 دونك بور سامبليفي دو اون فا ملتيبلي بار لانفيرس ديال 2 المقلوب لانفيرس ديال 2 هو 2 دونك هاد لو كوتي هذا اللي ضربته في 1 على 2 حتى لوتر كوتي غنضربو في 1 على 2 دونك هنا اون بو سامبليفي دو بار دو غتبقى اكس ايكال 1 فوا 5 سي 5 2 فوا 4 سي 8 دونك فوالا اون لي دو سوليسيون هما موان 3 اي 5 سي 8 كنمشي نشوف فين عندي موان 3 اي 5 سي 8 فين عندي موان 3 اي 5 سي 8 ها هي اللي عطيت لكم هي هادي موان 3 اي 5 سي 8 دونك اون فا لا بون ريبونس هو ا دونك لا بون ريبونس غيكون هو ا تري بيان دونك فوالا اون باس لا 5ييم كيسيون Donc voilà pour la cinquième question. Regardez bien s'il vous plaît l'ordre que je vous donne. Quelle est la fonction affine? On s'attarde à l'affine. Donc il y a deux types de fonctions. Soit la fonction affine ou bien la fonction linéaire. C'est ce que vous avez en troisième année collège. F, tel que f de 1 égale à 5 et f de 3 égale à 9. La fonction est l'expression de f. Il y a 4x plus 1, ou bien 2x plus 3, ou bien 1 sur 2x plus 9 sur 2, ou bien aucune réponse. Donc, d'abord, je vais vous dire que vous avez dit que vous avez dit que l'expression de f. Vous avez dit d'autres manières, vous avez dit que déterminer l'expression de f. Il y a une idée de l'expression de f, ou bien vous avez dit que vous avez dit. Très bien. Donc, là, vous avez dit هنا دابا نتوما ملي تكونوا تخدموا بلا تقعدوا ديروا الريداكسيون حاولوا تختصروا بسرعه باش تربحوا الوقت ولكن هنا غنشرح لكم بالريداكسيون صافي دونك هنا شنو عندنا قلنا اف اف ايت ان فونكسيون لينيير باردون اف فونكسيون افين دونك لي فونكسيون افين لي فونكسيون افين سيكري سو لا فورم كوا دونك اف دو اكس ايغال كوا ايغال ا اكس plus b. OK, hadi yalla rdi lkom les critères pour les fonctions les affines f de x que tu écris sous la forme ax plus b. Had a s'appelle le coefficient de recteur et b s'appelle l'origine d'ordonnée. Had a شنو كيساوي؟ كندير الله يرضي عليكم هنا f - f c اللي كيكون عندي هنا كنديرو هنا واللي كيكون هنا كنديرو هنا. بحال مثلا هنا عندكم x هنا x بريم هنا اللي عندي لابسيس كندير هنا لابسيس اكس وهنا اكس بريم كندير يعني في الفوق في بور لو نيميراتور كندير لا ديفيرونس دي زوردوني و بور لو دينوميناتور كندير لا ديفيرونس دي زابسيس يلا دابا هنا هذا لا ديفينيسيون دونك غنحيدو شنو غندير الارض عليكم غندير اف هاي
F de 3 moins F de 1. ولكن هنا لكانت 3 كندير هنا 3 هنا ا آه آه. هنا الموا واخا ندير الا درت هنا اف ديال ا موان اف ديال 3 هنا ندير ا موان 3 الفو ريسبكتي لوغدا يلا دابا لوغدا اف ديال 3 هي 9 ها هي 9 موان اف ديال ا هي 5 هنا 3 موان ا هي 2 5 موان 9 موان 5 سي 4 4 سير 2 هي 2 الوغ لو كوفيسيو ديريكتو ا ايغال ا 2 في عندي 2 فين عندي 2 هنا عندكم 4 هنا عندكم 1 سير 2 هنا 2 دونك كونوا متاكدين اما يكون لا ريبونس اما يكون بي او بيان ما يكون حتى اوكين ريبونس سا ديبون لورد لوريجين دوردوني واش علقاها 3 ولا لا دونك فحال اللي مشى لي دابا ا ومشى لي س لان ا لو كوفيسيو ديريكتو عندي هو 2 يلا دابا فحال اللي كنبقى نختصر الاجوبه يلا دابا غادي نحاول نلقى بي دونك عقلوا انا لقيت ا جوج يعني سيتادير اف دو اكس غتولي ايكال هي 2x بليس بي دونك بور ديتيرميني بي سوا اون برون اف دو 3 ايكال 9 او بيان اف دو 1 ايكال 5 كنجي تستاد ليكسبرسيون مباشره كنديرها اف دو 1 اون فا رومبلاسي اكس باغ 1 تانا نعوض اكس ب 1 غتجيكم 2 فوا 1 بليس بي اف دو 1 اف دو 1 ايكال كوا اف دو 1 ايكال 5 دونك اون فا رومبلاسي اف دو 1 باغ 5 كنجي تحتا وكنكتب 5 2 فوا 1 سي دو بليس بي علاه كنبحث انا الشباب كنبحث على بي دونك هادو عاد نردها للطرف الاخر شنو غتولي موان غتولي 5 موان 2 ايكال بي 5 موان 2 ايكال 3 دونك بي ايكال 3 بي ايكال 3 الوغ ليكسبريسيون شنو غيكون بي ايكال 3 يعني هاد بي هادي هي هي 3 يعني ليكسبريسيون ديال اف دو اكس هو 2x بلس 3 فعندي 2x بلس 3 هو دونك لا بون ريبونس غيكون هو بي تخي بيان دونك فوالا اون باس لا لا كيسيون سويفونت اذا نتبعوا معايا لاحظ عليكم بالنسبه للسؤال السادس شنو قالوا لكم كيلي لي طوندي دو لا سيري ملي كنتكلم على لي طوندي دو لا سيري كنتكلم على لو شابيتر ستاتيستيك يعني كنتكلم على الدرس ديال الاحصاء شنو عطاكم واحد السيري عطاكم 4 5 7 9 17 20 دونك لي طوندي دو سيت سيري واش 24 او بيان 16 او بيان 62 او بيان اوكين ريبونس دونك لارد عليكم ملي كنتكلم على لي طوندي هانا غابيل هذا ملي كنتكلم على لي طوندي دو لا سيري كومون فا كالكولي لي طوندي دو لا سيري لي طوندي دو لا سيري ايغال كوا ايغال لا غران فالور لا غران فالور موان لا بلي لا بتيت فالور Dans la grande valeur moins la, plus, la petite valeur. Le, yani, akbar hana, akbar qima, on arabe, akbar qima, naqis asrar qima. Eden hadawa, l'étendue de l'ordre. Yal, de manji, hana, l'étendue adna, l'étendue angoul égal, l'étendue égal. Akbar qima, goulou li akbar qima, antkoum fad la série. يعني لا غوند فالور دو لا سيري مو لا بلي لا بتيت فالور دو لا سيري يعني اكبر قيمه لهاد السلسله واصغر قيمه لهاد السلسله هادي يعني. قولوا لي اكبر قيمه في هاد لا سيري اكبر قيمه 4 5 هي 20 دونك غندير 20 مو اصغر قيمه هي 4 دونك هي 4 دونك 20 مو 4 سي 16 الوغ لي طوندي دو سات سيري اي 16 دونك فوالا كنمشي نشوف في عندي 16 في عندي 16 عندي هنا دونك لا بون ريبونس غيكون هو بي دونك عقلوا عليكم الارض عليكم عقلوا الارض عليكم كيفاش كومون فاكال كل لي طوندي دو لا سيري كيلكون كندير اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه دونك فوالا اون باس لا كيسيون سويفونت دونك الارض عليكم بوغ لا كيسيون نيميرو 7 كيلي لا مويان دو لا سيري عطاكم هاد لا سيري الارض عليكم بحال هكا هادي عطاها لكم 60 سيري 3 5 9 11 15 19 يعني ملي تحسبوا لا مويان غتشوفوا واش غتلقاو نتوما دائما ديروا محاوله قبل ما تشاهدوا لا سوليسيون واش غتلقاو لا مويان هو 12 او بيان غتلقاو لا مويان هو 72 او بيان 6 او بيان اوكين ريبونس دونك فوالا نتوما ديروا واحد المحاوله اي ابري ممكن تشوفوا لا ريبونس دونك لا داك ملي كنتكلم على لا مويان ام ايغال كوا شوفوا مزيان كندير لا صوم الفوق ديال لا فالور ملتيبليي باغ ليفيكتيف
يعني كل قيمه كنضربها في ليفيكتيف ديالها لا سوم بليز. يعني مثلا القيمه هنا لا فالور كنضربها في ليفيكتيف ديالها بليز، القيمه الاخرى كنضربها في ليفيكتيف ديالها بليز اكسيتيرا. وهنا كنقسم على ليفيكتيف توتال، ليفيكتيف توتال هذا هو لا مويا. يلا تبعوا معايا كيفاش غادي نحسبها على القيم دابا اللي عندكم. شوفوا مزيان دابا هنا عندي شنو هما لي فالور اللي عندكم 3. شوفوا مزيان 3 وكنضربها في بليز القيم الاخرى اللي عندكم 5 بليز. شوف اي تبعوا معايا مزيان بليز 9 بليز 11 بليز 15 بليز 19 هنا بليز 15 بليز 19 جسوي ديزولي بليز 19 هنا جسوي ما كتبهاش ليكم عن حياة السيادة. هيا ام تو سال طيب غنحط لي فالور اللي عندي، لي فالور اللي عندكم هما 3 هاهي 3 بليز 5 بليز 9 بليز 11 بليز 15 بليز 19. مازال ما كملش الارض عليكم، قلت لكم كل قيمه كنضربها في ليفيكتيف ديالها. ليفيكتيف كيسكو سافو دير ليفيكتيف، يعني هاد القيمه عندكم 3 شحال كتكرر من مره؟ 3 شحال كتكرر من مره؟ مره واحده. دونك غنضرب 3 في 1 بليز 5 شحال كتكرر 5 من مره؟ ما كتكررش كاع. 5 في 1 بليز 9 شحال كتكرر 9 من مره؟ ما كتكررش كاع 9 في 1 بليز 11 11 شحال كتكرر مرة؟ والو ما كاين حتى مرة يعني 1 15 حتى مرة يعني 1 19 شحال عندي من مرة؟ وحدة. هاي وهنا كنقسم ليفيكتيف توتال تكون وليفيكتيف توتال هما هاد المعاملات هادو 1 زائد 1 2 زائد 1 3 زائد 1 4 زائد 1 5 زائد 1 6 دونك غنقسم على 6 هذا هو ليفيكتيف توتال. يعني شحال من مرة كتكرروا القيم. يلا من بعد غنجي نحسبها الله عليكم تحسبونا تستعملوا الاله حاسبه. المهم هاد 3 في 1 5 كلهم كيبقاو لي نمبر الويمي مع يبقاو نفس الاعداد 3 في 1 3 5 في 1 5 اكسيتيرا. يلا عاد تجيكم 3 زائد 5 زائد 9 زائد 11 زائد 15 زائد 19 غتلقاوها 72 غتلقاوها 72 ديفيزي بار 6 72 ديفيزي بار 6 هي غتلقاوها 12 الوغ لو موين ايكال 12. فين عندي لو 12؟ هنا عندي 72 هنا عندي 6 دونك هنا دونك هاد 72 راه هو لا صوم دي فالور ملتبلي باغ لوغ ايفيكتيف وهاد 6 هو ليفيكتيف توتال. صافي تخي بيان دونك هنا غير كتوضيح الارض عليكم تبعوا معايا مزيان. هاديك هادي ستين كا بارتيكليير يعني نتوما الا كان عندكم الا كانت عندكم في حالات السيري هادي وحتى شي عدد ما كيتكرر. شوفوا مزيان حتى شي عدد ما كيتكرر هنا غندير لا مويان ايكال كندير المجموع ديال هاد الاعداد كاملين المجموع ديالهم كنحطو هنا لا صوم المجموع ديال هاد الاعداد على ما كنقسمو كنشوف هادي 1 2 3 4 5 6 شحال عندي من العدد هنا 6 كنقسم على 6 يعني لو نومبر ديال هادي غير حاله خاصه. يلا اون باس مانتونو لا كيسيو سويفون. دونك تبعوا معايا الارض عليكم بالنسبه للسؤال رقم 8 قال لكم كيل سيستيم او كيل ايكواسيون بيرمي دو ريزودر سو بروبليم. هذا بروبليم عطاو لكم هذا بروبليم ها غادي نتوما تشوفوا هذا لو بروبليم لا ريزوليسيون ديالو واش غيكون بار ايكواسيون او بيان بار سيستيم. قراو قراو مزيان هذا ها لو بروبليم قراو هذا لو بروبليم اي ابري غادي تشوفوا واش عاد باش ديروا لا سوليسيون ديالو واش ديروا ابارتيغ ليكواسيون او بيان لو سيستيم. قال لكم سير لا كوفيرتير دين ليف يعني في واحد الصفحه ديال واحد الكتاب دو جيومتري جيومتري الهندسه سير لا كوفيرتير دين ليف دو جيومتري il y a des triangles et des rectangles يعني في واحد الصفحه لا كوفيرتير او بيان الحائط ديال واحد الكتاب ديال الهندسه عندكم لي تري ريكتانغل لي تريانغل اي لي ريكتانغل بليزيو ما عرفناش لي تريون واخا كونتي اون توت كونت 16 فيغور يعني عندنا 16 شكل ما بين المثلثات لي تريونغل اي لي ريكتانغل اون 6 فيغ 17 16 فيغور اي 75 سومي يعني 75 كيفاش نقولوا راس يعني مثلا هذا المثلث شحال عنده من راس 1 2 3
لو ريكتانغل شحال عندهم من راس؟ واحد جوج ثلاثة أربعة، يعني الرؤوس عدد الرؤوس 75. كومبيان ياتيل دو تريونغل اي ريكتانغل؟ يعني شحال من المثلث عندي وشحال من المستطيل عندي؟ لا ريبونس سي تري فاسيل، الله يرضي عليكم. دونك شنو السؤال اللي طرحوا عليكم؟ شوفوا مزيان، قالوا لكم قرا ديما كمشي السؤال، كومبيان ياتيل دو تريونغل؟ يعني شحال من المثلث اي ريكتانغل؟ دونك هنا كنجي كنقول سوا اكس، سوا اكس لو نومبر دي تريونغل ان سوا ايغراك. غير كنرتب هذا النظام، هذا لو بروبليم كنحاول نردو برموز رياضيه، سوا ايغراك لو نومبر دي ريكتانغل. حتى بالله يرضي عليك، x لو نومبر دو تريونغل، y لو نومبر دو ريكتانغل. المثلثات لي تريونغل اي لي ريكتانغل شحال الصوم ديالهم؟ غوغاردي بيان سيمبل، قالوا لكم اون توت كونت 16 فيغير. يعني المثلثات لو نومبر دو تريونغل اي لو نومبر دو ريكتانغل لا صوم ديالهم كيعطينا 16 فيغير. هاي اي 75 صوم، يعني 75 راس. هذا المثلث وهذا هذا المثلث، شوفوا هذا المثلث وهذا يعني هذا لو تريونغل، هذا لي ريكتانغل. هذا شحال عنده من راس؟ عنده 3. والعدد المثلثات ما عرفناهمش شحال، ولكن شنو رمزنا لعدد المثلثات؟ لو نومبر دو تريونغل شنو رمزنا ليه؟ اكس. ها هنا عدد عدد الرؤوس ديال المستطيل 4. هاي دابا هذا 3 وهذا 4. لو نومبر دي ريكتانغل ما عرفناش شحال ايغري، دونك الا بغينا نعرفو لو نومبر ديال هاد الرؤوس هادو غندير العدد اكس نضربها في 3. هاي 4 في اكس، يعني اكس هو لو نومبر ديال المثلثات. مثلا الا كان عندكم 3 المثلثات، 3 نضربها في 3 تعطينا 9، يعني غيكون عندي 9 رؤوس. كانوا عندكم 4 المثلثات، 4 في 3 نضربها في 3 تعطينا 12، يعني غيكون عندكم 12 راس. الا بغينا نعرفو عدد الرؤوس ديال المربع غندير لو نومبر ايغراك في 4، يعني بليس 4 ايغراك. ونعشد العدد ديال المثلثات نضربو في 3 اللي هما 3 الرؤوس، و ايغراك العدد ديال المستطيلات نضربو في 4، غيعطيني المجموع عدد الرؤوس اللي هي 75. جو سوي تخي ديزولي، هنا عندكم ماشي 16 هنا 18، جو سوي تخي ديزولي هنا 18 وهنا عندكم 65. جوسكو تخي ديزولي، هنا عندكم 18 وهنا 65. دونك في هنا يعني هنا 18 هنا 65، غيرت غير الاعداد 18 65. يلا دابا كنشوف فين عندكم هاد لو سيستيم. هذا هو هاد لو سيستيم، واش هو هنا بوغ ان عندكم ايكواسيون؟ دونك ماشي هي، لا ماشي ما تكونش هي. بي عندكم اكس بلس اي، عندكم اكس بلس ايغراك ايغال 18، عندكم 4 اكس بلس 3 ايغراك ايغال 60. سامب، ولكن هنا شنو عندكم؟ 3 اكس بلس 4 ايغراك هي سي، دونك غيكون لابون ريبونس غيكون هو سي. ها هذا هو لابون ريبونس، اكس بلس ايغراك ايغال 18، 3 اكس بلس 4 ايغراك ايغال 60. سامب، دونك فوالا اون باس لوطخ. دونك بوغ لا كيستيون نيميرو 9، كيلي لو بيريميتر اكزاكت دان سيركل دو غايون 7 سنتيمتر؟ يعني عندكم واحد لو سيركل، الله يرضي عليكم، هادي لو سيركل سي، لو غايون 7 سنتيمتر او كار. بغينا نعرفو المحيط، واش 7 بي سنتيمتر او بيان 14 بي سنتيمتر او بيان 14 بي او كاري او بيان اوكي ريبونس؟ دونك هنا الله يرضي عليكم، خصكم تكونو عارفين لا فورميل بور كالكلي لو بيريميتر دان سيركل. شنو كيساوي المحيط ديال الدائرة؟ دونك عقلوا على راسك، المحيط ديال الدائرة هو دو بي فوا ار، هاد ار هو لو غايون. دونك هنايا يلا دابا عندي هنايا ها بي ايكال دو بي فوا لو غايون، شحال عطاونا لو غايون؟ لو غايون عطاونا هو 7 سنتيمتر، دونك دو بي فوا 7 عندكم هي 14 بي، دو فوا 7 هي 14، وما ننساوش بي نوبلي با بي سنتيمتر، دونك المحيط هو 14 بي سنتيمتر. هذا هو لا بون ريبونس. طيب دونك اون باس لا ديرنيغ كيسيون، دونك فوالا لا ديرنيغ كيسيون الله يرضي عليكم. فوز افي او بيان اون كونسيدير دون لوغوبير اورتونورمين لي بوان ا دو كوردوني 3 دو
et bien de coordonnées 1, 5. Soit est le milieu de segment AB. Par exemple, on a comme le segment AB. Et où est le milieu? Et le milieu de segment AB est une seule réponse égiste. Donc, soit, ne tu m'as dit la formule, comment on va calculer le milieu. Et après, tu vois, j'ai comme ça, ou bien ça, ou bien ça, ou bien aucune réponse. Donc, comment on va calculer le milieu d'un segment AB? Haklou l'ordre, rakin fi comme l'équidir XA moins X, ou en a qui dire YA moins YB, certes. Pour calculer le million, pour déterminer les coordonnées d'un million, on fait la somme des abscisses divisée par 2 et les, la somme des ordonnées plus 2. Haklou l'ordre, alikoum, khir wahad misal bsait. مثلا انت عندك 3 دراهم والصديق ديالو عند الصديق ديالك عنده 5 دراهم قلت لك ودي جمعوا داك هذاك الشيء وقسموه في وسط النص عاد ديروا 3 زائد 5 عاد قسموه على 2 يعني كندير لاصوم 3 زائد 5 تقسمها على 2 عاد تجيك 4 دونك هي هذه اللي عندي هنا يلا هنايا اكس ا هو لافيس دو ا اللي هو 3 بليس اكس بي هو لافيس دو بي اللي هو 1 ديفيزي بار 2 ايغراك ا سي لوردوني دو ا اللي هو 2 بليس ايغراك بي سي لوردوني دو بي اللي هو 5 ديفيزي بار 2 يعني 3 بلس 1 سي 4 4 ديفيزي بار 2 سي 2 2 بلس 5 سي 7 7 ديفيزي بار 2 سي 7 7 alors le milieu de la segment AB هو le point E de coordonnées 2 et 7 7 fait عندي 2 et 7 7 2 et 7 7 2 هنا عندكم 1 3 7 2 2 3 7 2 1 7 7 2 ما تلفوش صافي نتوما متاكدين من الجواب ديالكم بانه دو سات سير دو ما كاينش هنا ما كاينش هنا ما كاينش هنا دونك غندير اوكين ريبونس تري بيان راه حتى ممكن يعني ها هو الجواب التوسط اللي هو هذا درتو الطريقه صحيحه ولكن ما كاينش هنا بما انه عطاكم هذا اوكين ريبونس يعني راه ممكن يكون بعض المره في لي شوا اذا الى هنا ننهي هذا الرئيس والى عجبتكم هذه الفكره ديال تصحيح الروائز ممكن تخليوها لنا في التعاليق وان شاء الله ننصحوا لكم روائز من ماده في ماده الفيزياء ومواد أخرى إن شاء الله ونزيدكم تصحيح روائز كثيرة في مادة الرياضيات نحاول نطرق معكم جميع الأسئلة اللي ممكن تصادفوها إن شاء الله باش تجازوا المباراة في أحسن الظروف وبكل سهولة إذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد إن شاء الله والسلام عليكم ولا تنسونا من صالح الدعاء